مفيش شك ان المشروعات الصغيره والمتوسطه متناهيه الصغر هي واحده من اهم الركائز الاساسيه للتنميه الاقتصاديه والاجتماعيه في اي بلد في العالم. يعني بيسموها خبراء الاقتصاد انها وقود الصناعه، هي في الاساس هي الاصل اللي من خلاله بتاتي الصناعه بعد ذلك. علشان كده مصر بدات بهذا الامر من خلال مجموعه كبيره جدا من الملفات الخاصه بهذا الامر، قدرت تحقق نجاح كبير جدا في الملف ده، وثمار هذا الملف ربما ارقامه بتتكلم بقوه. يعني على سبيل المثال قيمه التمويلات اللي منحت للمشروعات الصغيره ومتناهيه الصغر وصلت ل 48 مليار و 300 مليون جنيه تحديدا، تم تمويل اكثر من حوالي 2 مليون مشروع، وفرت هذه المشروعات حوالي 3 مليون فرصة عمل. يمكن رقم كبير، بالتأكيد رقم بيعكس حالة الاهتمام من جانب القيادة السياسية المتمثلة في السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي سبق وكان بيواجه باستمرار الحياة بمواصلة جهود جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لدعم وزيادة حجم المشروعات المتوسطة والصغيرة لتلبية احتياجات رواد الأعمال من الشباب في القطاع الخاص والمساهمة في إطلاق طاقتهم الإبداعية والاستثمارية. يمكن حقيقة هذه المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر هي يمكن أكبر اقتصاديات في العالم، هي قائمة على هذه المشروعات، قائمة على المشروعات حتى يمكن اللي هي تقدر إنها تساعد المشروعات الكبرى إنها تساعدها في إن كان بقى من ناحية التصنيع أو من ناحية حتى إمدادها بأبسط مدخلات التصنيع أو أيا كان نوع المنتج أو الخدمة اللي بتقدمها. لكن الحقيقة إنه هذه المشروعات اللي بيطلق عليها SMEs، المشروعات دي من أهم ركائز أي اقتصاد في العالم. ده غير بقى ناهيك فكرة تمكين الشباب وتمكين المرأة وإنها كمان بتقلل كتير جدا من نسبة البطالة في أي مجتمع، فبكل تأكيد أعتقد أنه هذه المشروعات كان لازم مصر تتوجه ليها بشكل كبير جدا، وده اللي حصل بالفعل دلوقتي. يعني أنا يمكن كنت محظوظ أن أنا كنت أحد الناس اللي سافرت الصين وشفت إزاي بدأت الصناعة هناك، بدأت بهذه الخطوة. لو شفنا يعني كبريات المصانع في الصين هنلاقيها مرتبطة حواليها بعدد كبير من الصناعات الصغيرة المغذية لها، لذلك بتسمى بالصناعات المغذية. بمعنى آخر ممكن تلاقي مصنع صغير بيعمل مسمار، المصنع اللي بعديه بيعمل صامولة، المصنع اللي بعديه بيعمل الترس اللي بيركب فيه المسمار والصامولة، لغاية لما توصل دورة الإنتاج علشان تتجمع في هذا المصنع. جهد كبير ربما بيبدأ بشكل صغير من مصانع صغيرة الدولة المصرية أولت لها اهتمام. قلنا أن الدولة المصرية كانت عاملة جهاز اسمه جهاز المشروعات الصغيرة المتوسطة، هذا الجهاز كان تابع لوزارة الصناعة، النهاردة بقى تابع لمجلس الوزراء. بقى كان في قانون سن في عام 2018 لدعم هذه الصناعات، في قانون تاني بعديه جه عام 2020 عمل تخفيضات جمركية، عمل إعفاءات ضريبية. الدولة زي ما قلنا بتولي هذا الأمر باعتبارها المكون الأساسي والمغذي لمجموعة كبيرة جدا من المشروعات اللي إن شاء الله الدولة المصرية تقوم بيها بعد كده وتبقى رائدة في المنطقة. لأن كل ما بتنمي أفكار لمشروعات صغيرة كلما بتدفع عجلة الإنتاج، وكلما أيضا بتخطط جيدا من أجل أن تكون هناك صناعات كبرى وصناعات عظيمة. هذه الصناعات بتقوم في الأساس على الصناعات الصغيرة والمتوسطة. يمكن الحقيقة شبابنا طول الوقت عنده أفكار برة الصندوق، طول الوقت عندهم طاقة حابين إن هم يخرجوها، لكن كان بيلزمهم التوجيه، كان بيلزمهم إنه حتى لو تمويل لو بسيط بيلزمهم إن حد يساعدهم إن هم يعملوا دراسات جدوى وإزاي يبدأوا التسويق وما إلى ذلك، لأن كل دي عوامل مساعدة على إنجاح هذا المشروع. وتابعنا مشروعات كتير جدا كانت بقى يمكن مدخلات تصنيع أو حتى يمكن خدمات تكنولوجية بتقدم أو أبليكيشنز كانت موجودة، تطبيقات موجودة على التليفون، ومشروعات دي كبرت بالفعل وبعد كده
شركات كبرى تانية حبت ان هي تشتريها بارقام ضخمة جدا. يمكن على مدار السنين اللي فاتت تابعنا اكتر من مثال حقيقة لهذا النموذج. على اي حال خلينا نتكلم مع حضراتكم طبعا على مدار حلقتنا، نتكلم عن هذه المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ازاي الدور المصري كان ليه الحقيقة يعني جانب كبير من انه يساعد هذه المشروعات انها تنجح. الشباب اللي حابين ان هم يبدأوا مشروعاتهم او ان هم عندهم فكرة بس محتاجين بعض المساعدة، ان كان في التمويل او في التسويق او اي عامل من العوامل اللي يقدر يخرج هذا المشروع للنور، هيكون معانا فقرة مهمة جدا عن هذا الموضوع خلال حلقتنا النهاردة. وبكل تأكيد زي ما كنا بنتكلم مع حضراتكم، هذه المشروعات هي وقود وركيزة من ركائز أي اقتصاد في العالم. مرة تانية بنصبح على حضراتكم جميعا، صباح الخير والسعادة عليكم جميعا، وصباح الخير يا مصر.